احداث حكايتنا الليله كانكم كتشاهدوا شي فيلم، فيلم ديال البطله ديالو الام اللي غادي دير ما لا يخطر على البال غير باش تنقذ الاسره ديالها من الضياع وترسم الابتسامه على وجوه الاطفال ديالها. تيقوني اذا سمعتوا هذه القصه غادي تخليكم تحمدوا الله على كل حاجه صغيره ولا كبيره في حياتكم، غادي تحمدوا الله على تفاصيل النعم اللي كتعيشوا فيها. ما تمشيو فين وتبعوا معنا حلقه الليله. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا حتى انت عندك حكايه فيها عبره بغيتي تشاركيها معنا ما تنسيش انك يا اما تتواصلي معايا على الانستغرام ديالي في الخاص، واذا ما جاوبتكش لكثره الميساجات اللي كنتوصل بهم راسليني على الايميل اللي غادي نجاوبك فيه ان شاء الله. فاذا كنت جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك باش تكون من الاوائل اللي كيتوصلوا بالفيديوهات كيف كيتحطوا ما تنساش انك تفعل جرس القناه لتحت، وكيف غيتحط الفيديو غيوصلك انت الاول. فخليني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. صاحبه الحكايه كتقول انا سميتي صفاء، حنا كنا بينا واحد العائله اللي كتكون من ولد وزوج ديال البنات وبابا وماما، كنا كاملين ساكنين مع امي لالا في واحد الدار اللي هي كبيره اللي كانوا ساكنين فيها زوج ديال عمامي والعيالات ديالهم. هاد العائله ديال بابا كانوا تيحكروا على ماما بزاف حيت كل واحد فيهم كان عنده ولد واحد، وبما انه ماما عندها ثلاثه ديال الاولاد زعما هي اللي عندها بزاف، فكانت هي اللي كتجمع الدار، هي اللي كطيب، هي اللي كتجفف. اختصار مفيد هي اللي كان عليها الدرك. تخيلوا كان البرد والثلج وكانت كتصبن على برا مسكينه في الماء بارد، ما كانش الماء سخون ديك الساعه حتى كيحمروا لها صباعها وكيتنفخوا. العائله ديال بابا مع من ساكنين بداو تينقروا، راه فلان عندها الدراري بزاف، راه تياكلوا بزاف، راه باسلين. با اولا بابا ما كيرضاش، هز نفيلتها ودانا مشي ناس كنا في واحد الخربه مهدمه ما فيها لا شراجم لا بيبان لا والو، والثلج والبرد واللي كانت مقابله معنا الدار نتاع امي لالا. مشينا شطبناها جمعناها وسكننا فيها. الكبير فينا هو خويا اللي كانت عنده انذاك 10 سنين. في ديك الوقت بابا كان تيخرج يخدم وكل مره وشنو كان تيدير، اما ماما كانت جالسه في الدار مقابلانا. بقينا في هذاك العذاب، وديك الخربه كانت مسكونه بالجن، كل مره كانوا كيبانوا لينا شي حاجات اللي هما غريبين واصوات ما كنعرفوش منين كيجيو. تخيلوا كان واحد الفوقي اللي ديما تيطلب منه علينا واحد الراجل، وكيبدا كيهضر مع اختي وهو راه ماشي من الانس. المهم بقينا في ديك الخربه وقتلنا البرد ومرضنا. بابا مسكين مرض في ظهره حيتاش ما عندناش باش نتخطاو، ما قدرناش نكملوا فيها الحياه ديك البلاصه، ومشينا تحولنا لواحد البيت اللي حتى هو ما قدرناش نخلصوا كراتو وما كملناش فيه شهر، ومن جديد غادي نتحولوا لواحد الحفره من تحت الارض. حفره بما تحمله الكلمه من معنى، حفره بلا بيبان ولا شراجم، غير غار كله تراب ما فيه لا ضو ولا ما، وفوق منا كان واحد الشانطي اللي الناس كيدوزوا فوق منه. كنا كنمشيو كنسقيو الماء من البير والضو كنا كنسرقوه. بابا مسكين كان كينوض بالليل والموت ديال البرد وكيسرق من عند واحد جيراننا الخيط، ما عرفش كيفاش كيدير حتى كيدوز لينا الضو. اكثر يا ديال الوقت كنا كنعيشوه غير بالفتيله في البوطه. هاد الحفرة كنا كنخلصوا عليها 100 درهم كل شهر، ورغم هذا كانت كتجينا هذيك 100 درهم غالية. كنت نمشي انا وخوتي للمدرسة في الثلج والصندالة ديال الميكا حتى كيوليو رجليا منفوخين بالبرد، والحوايج ما كانوش عندنا. في خوتي كاين اللي عندنا شكارة وفينا اللي كتشريها لنا الأستاذة. ماما قررات باش انها دير شي حاجة نتعاونوا بها على الزمان، ناضت كتخدم في الديور، وبا كيمشي وجار معاه واحد الكراريسه باش كيحطب في واحد المدينه بعيده، ساعتين غير باش يمشي وساعتين وحده اخرى غير باش يجي. هادشي كله تخيلوا غير باش نسخنوا. بقينا على هذاك الحال مده، وكانت السعاده في شكل واخا الفقر المدقع. خويا اللي كبر مني كان كيخرج يمشي لعند ماما في ديك البلاصه فين كانت كتخدم عند دوك الناس، وكانت كتعطيه الطرفه ديال الخبز اللي كيشاط عليهم وكيجيبهم لينا وكيبقى يفرقهم علينا ويقاد لينا كاس ديال اتاي. ما تخيلوش شحال كنبغيو نطيروا بالفرحه. في الغدا ماما كانت كدير لينا طبسيل واحد اللي كنا كنتجمعوا عليه كاملين، واخا تيبقى فينا الجوع فما كان عندنا ما نديرو. كنت انا وواحد اختي تخيلوا الامنيه ديالنا اننا ناكلوا غير طبسيل ديال الشعريه، والله العظيم كنا كنباتوا نحلموا به. بقينا في ديك الحفره، بابا تيبيع الحوت، ماما كتخدم في الديور حتى غادي تحمل ماما باختها الرابعه والاخيره. هاد الفتره ماما غادي تدوز من واحد الحمل اللي كان صعيب حتى ولدتها، وما غادي تلقى لا حليب ولا كوش حتى تزيرات بزاف، وغادي تضطر باش انها تخليها وتخرج تخدم باش حنا نقابلوها ونربيوها، واخا ما كناش قد المسؤوليه. باقي كنعقل واحد النهار بالليل بابا خرج مع الفجر باش يخرج يبيع الحوت، وانا كنت دايره راسي بلي انني ناعسه، غير سمعت ناض وبقيت تنقول بالعاني شنو بغيت؟ بغيت الليمون بالعاني بحال زعما تنحلم باش يجيبوا لي بابا، حيت ما قدرتش وما تجرأتش انني نقول لي شري ليا، عرفت بلي انه ما عندناش الفلوس مسكين. واخا ما عندوش صباح الصباح وتعرض ليا المدرسه وجاب لي خنشه ديال الليمون وقال لي هاكي كولي. ماما كانت كتضرب مسافه طويله في مدينه واحده اخرى عند واحد السيد لاباس عليه،
اللي فعلا كان خانز فلوس، كانت كتسخر عليه بالليل وطيب ليه العشاء، وبعض المرات كتبات عنده في الفيلا ديالو ودير ليه اللي بغى، ما كانش كيخلصها مزيان وما كيعطيهاش حتى الماكله اللي كتشط عليه، علما انه عارف الظروف ديالها. حنا في ديك الخربه خويا اللي كبر مني هو اللي كان كيقابلنا، ونوعا ما هو اللي ربانا، هو اللي خدا المهمه ديال ماما لانها كانت مضطره باش انها تجيب لنا طرف ديال الخبز. بقينا تما واحد المده، ماما في هذا الوقت كانت غير كتفكر وتيبان لها بلي انه هاد خينا اللي خدامه عنده غير تيخسر في الفلوس، في السهرات، في القمر، في المحرمات، وبقوت ما انه غير تيخشي في البنكه تاع عمرات ليه غادي يولي يحط الباكيات ديال الخيال ديال الفلوس واحد البيت في الفيلا ديالو، وكيتزقرم في الخلصه مع ماما. ماما انا ذاك على ما كتعاود ليا انها كانت كتشوفنا كنموتوا بالجوع، ما عندناش حتى فين نعيشوا ولا حتى باش نتغطاو، وهنا فين كانت قالت لبابا راه خصنا نتحولوا لمدينه كبيره، حيت في مدينه كبيره كاينه الخدمه، ولادنا ندخلوهم حتى هما يخدموا يعاونونا على الزمان. فعلا بابا اقتنع، مشينا كرينا واحد البيت غادي نسكنوا فيه كاملين، اربعه ديال الخوت ووالديا. خويا الكبير عنده 16 سنه غادي يخرج يخدم، واختي اللي عندها 15 سنه حتى هي خرجت تخدم في الشركات، واخا كانوا باقيين صغار. بابا ديك الوقت ما خدمش حيتاش كان شدو واحد الكلاكاج في ظهره اللي ما كانش مخليه حتى ينوض من بلاصتو، كان تيزحف غير بالعكاز، وحنا اللي كنا كنعاونوه. ماما هي اللي كانت كتخدم مسكينه خدمه اللي هي صعيبه، كانت كتهز دادر دوك تقال نتاع زمان وتشطب وتصبن الزرابي وتماره، في الاخر كيعطيوها 40 درهم اللي ما كتكفيناش حتى النهار واحد. واحد المره لاباس عليها غادي تطلب ماما على وديت اختي باش انها تبقى معاها تقابلها، دازت مده وغادي تديها معاها للخارج ومشات، ودابا بقينا غير بثلاثه بينا، انا وخويا واختي الصغيره. بقينا في ديك البلاصه، بابا مره كيلقى فيها شي خدم مره لا، وماما خدامه مازال مع داك الراجل. واحد النهار غادي تمشي لعند بابا وتقول ليه ها شنو لقيت في الدار ديال داك السيد عند من خدامه، وها شنو خاصنا نديرو. وهنا غادي تطيح عليها واحد الفكره اللي كانت جهنميه، كانت عمرها ما لقات الساروت نتاع داك البيت اللي عامر بالفلوس، حتى هذاك النهار فاش خططات باش انها دير لينا حل، دخلت لداك البيت اللي عامر بالفلوس، حلات ساكها وبدات كتهز وتحط، تهز وتحط، وعيطات لخويا وقالت لي جيب خوتك واجي تبعني. فعلا جدنا من المدرسه وبابا حتى هو لحق عليها، مشينا لواحد لوطيل في واحد المدينه دوزنا فيها الليله، من بعد مشينا لواحد الدار كريناها، وبقينا كل شهر كنتحولوا باش تحد ما يعرف فين حنا. تبرعنا، جابت لنا ماما الدجاج المحمر، الماكله، الديسير، ما خلات ما جابت، برعاتنا واللي عمرنا حلمنا بها اننا ناكلوها كريناها حتى تفرقعنا. كنا فرحانين، واحد الفرحه ما كانتش كتوصف، كنا فرحانين حتى في الفراش علاش كنا كنعسو. ماما شرات لينا شي بونجات نعسو عليهم بدون ما نعرفو فينا بلاصه نستقرو، داك البونج كنا كنشوفوه شي حاجه، حيت بابا مسكين كان كيجيب لنا غير الخشب ديال الكربات كيفصلو لينا وكنا كنعسو عليه. تبرعنا وكساتنا ماما وشرات لينا الحوايج، ديك الليله مازال دارت هادشي كله، مشات شرات جميع انواع الماكله وحطتها لنا فوق الطبله وقالت لنا يلا كولوا. كانت مفقوصه مسكينه على العيشه اللي ما كناش عايشين، ما قدنا فرحه وما قادريش نعسو بداك النشاط، ولكن في نفس الوقت ماما قلبها بغى يسكت، بغى يسكت بالخلعه من الفعله اللي دارت وكلها صفره. كنت كنعقل غير كانت كتسمع البوليس كتبدا قلبها كيزدح، وكانت خايفه وكترعد، والليله كلها ما نعساتش غير كتفكر في هذه الكارثه اللي دارت، خصوصا وانها انسانه درويشه بزاف وعمرها ما دات يديها على شي حاجه ديال الناس، كتخاف وما كتقدرش تهز عينيها. ماما ضحات بمبادئها وكرامتها وكل حياتها على وديتنا حنا ولادها، حياتي كلها وانا كنشوفها كيحقر عليها العالم اللي داير بها، ولكن والله ما عمرها ما هزات عينها في شي واحد، ديما كتسامح. من بعد هاد الليله غادي نتحولوا لمدينه واحده اخرى اللي فيها غادي نكريو واحد الفيلا صغيره بالجريده ديالها اللي غادي تفرشها لينا ماما احسن فراش، داكشي كان خيالي. اش منك يا زرابي ديال تركيا الغاليين، واش منك يا ديكورات، اللي يدخل ديك الفيلا كيبقى حال فمو، ما كاين غير الشرا واللحومات والديسير اللي عمرنا ذقناه في حياتنا، وحتى الحوت برعتنا لدرجه خياليه، وكنا فرحانين ونلبسوا احسن لباس. بداو الناس تيقولوا منين تيجيبوا هادو هاد الفلوس كلهم وباهم كاع ما خدام. با مسكين كان كل مره هز شويكيش ديالو ومصافي غير باش يقولوا دوك البرقاقه ديال الجيران راه با خدام. حنا في هذا الوقت كنا في سن المراهقه فرحانين، ما قدنا الدنيا كاننا وسط شي حلم. بابا جمعنا كاملين وقال لنا هذا السر نبقاو دافنينو بيناتنا، حتى حد ما يقولها ولو بينو وبين نفسه، والا كلنا غادي نمشيو فيها. بقينا هكاك مده، حتى لواحد النهار بلا خبرنا بابا مشى لمدينه واحده اخرى اللي فيها شرا واحد الفيلا صغيره اللي كانت وسط منها واحد الدويره ديال العساس، دارها في سميتو على اساس بلي انه يخبي فيها الفلوس، ولقاو علاش رجعوا، علما انه هو اللي كان مكلف بهذا الخير اللي خدات ماما. المهم بدينا كنصرفو من دوك الفلوس حتى قربوا يساليو لينا، وتحولنا لديك الفيلا اللي شرا بابا وسكننا فيها. بابا كان ديك الوقت كيصرف بزاف ديال الفلوس، وصراحه ما كناش عارفين واش في الترسي العلم لله،
المهم كان تيخسر الفلوس حتى التالا، ورجعت ماما كتبيع الاثاث ديالها حتى خوات الدار، ورجعنا للزيرو حيت ما درنا لا مشروع ولا علاش نرجعوا. بابا تزير ما لقينا باش نصرفوا، راه ديك الفيلا تخيلوا غيرها نابله كرا من جديد، حتى هي خسر فلوس الرهينه ديالها وما لقيناش باش نرجعوهم. ماما تفقصات وبغات تموت، بقى فيها الحال ودخلت في صراعات معاه حيت كان تيخسر فلوس وما تعطيهاش، وبقات هي وياه في المشاكل. وخوتي بثلاثه ظهروا في بابا لمده وقطعوه وحاقدين عليه على داكشي اللي دار. هنا ماما هزات حوايجها ومشات لعند خويا اللي كان ساكن بوحده في واحد البيت. انا خرجت من القرايه في التاسعه ومشيت خدامه في واحد المحلابه، لانه ما بقاوش عندنا الفلوس وما كاينش اللي يشري الحاجيات ديولي ولا يصرف عليا. فعلا دخلت نخدم باختصار مفيد، كشفني واحد السيد اللي كان ساكن في الخارج، طلب مني الزواج وتزوجت به. بقيت مده حتى طلعوا لي اوراقي ووصلني بابا المطار. بابا اللي ما قدها فرحه، من العاده ديالنا انه ما كنسلموش على بابا في وجهه ولا كنعنقوه ولا يعنقنا، الا بغينا نسلموا عليه كنا كنبوسوا ليه راسو ولا يديه، كان واحد الاحترام كبير ما بيناتنا. هذاك النهار عنقني تعنيقه حاره، ولي اول مره كانه ما ساخيش بيا، عقلوا عليها مزيان. هنا بقات غير اختي اللي غادي تتبع ماما، وبابا هز شاكوشو بقى تيدور بوحدو. كل مره كان تيكري بيت بابا، كان انا الوحيده اللي معايا في تواصل، كان كيشكي عليا شنو ضارو وشنو كان تيحس. بعد عام وهو ماما مفارقين عيا ما يطلب منها السماحه، بقى كل مره كيمشي كيوقف عليها هي والو ما بقاش سامح ليه. واحد زوج ديال السيمانات غادي يمرض مرضى خايبه لدرجه انه كان غير ملاوح تينعس في واحد الطوموبيل ديالو اللي كانت عنده قديمه، حتى باعها وكرا واحد البيت، وفي الاخير غادي يطلب من ماما السماحه وقبلات. بالفرحه قال لي راني موجد لك واحد المفاجاه اللي من بعد غادي نعرفوا بلي انه كان غادي يشري واحد الطوموبيل ويخدم بها هي وياها ويعاودوا يجددوا المستقبل. فاش شافته ماما كيطلبها وما بغاش يتخلى عليها عطاتو فرصه وداها كلات الحوت، وقالت لنا بلي انه كان بغى يطير من الفرحه بحال شي دري صغير كان تيصورها بالتليفون ديالو. دار معاها لغد لي باش انه يعاودوا يخرجوا، ولكن داك النهار طاحت الشتا مجهده وقال لي عرفتي شنو خلي حتى الغدا ان شاء الله. الصباح صباح وعيط عليا وقال لي يا بنتي راني توحشتك، وبما انني كنت يلا ولدت قال لي توحشت حتى بنتك بزاف ومبروك عواشرك. قلت لي لا بابا دابا نتشافوا وراه باقي الحال على العواشر. قال لي انا راه غير بغيت نبارك لك انا الاول، وان شاء الله فاش تجي انا اللي غادي نجيبكم من المطار. قلت لي صافي. من موراها بعشرة ديال الدقائق بالحساب تعيط لي الطبيب تيقول لي اجيو تشوفوا باكم. عيطت لماما خوتي قلت لهم سيروا شوفوا بابا راه ما عرفش شنو واقع ليه. مشاو عنده ولقاو بلي انه مات. المهم دفنوه وما قدرتش نحضر للدفينه ديالو. تأزمت بالموت ديال بابا، بابا الحنين عليا قاسه وتعذب باش يشوفنا فرحانين. ما كنلوموش علاش خسر الفلوس حيتاش ما عرفش كيفاش يصرفهم بالطريقه الصحيحه. تنقول يا ريت هاد الفلوس دابا نعطيهم ويرجع لي بابا الحياه. ما كنتش عارفه بلي انه ديك اول واخر تعنيقه هي ديك اللي كان دار ليا في المطار. ما كنتش عارفه بلي انه هذيك توحشتك غادي تكون اخر مره غادي نسمعها يومنا هذا. حتى شي حد ما عارف هاد الاسرار على عائلتنا غيرنا حنايا. ماما انسانه طيبه وضحات علينا باش فرحنا وتهلات فينا. منين ما بقاوش لينا الفلوس رجعت كتخدم في الديور، ولكن كتحلف بلي انها ما عمرها ما غادي تعاود نفس الحاجه، لان الظروف والفقر والتبذير نتاع واحد الانسان خلاوها انها تاخذ هذا القرار اللي هو غير صائب وبدون ما تفكر، ولو نهايته ما خرجتش على خير. بوليسي قلبوا على ماما وحاليا ما عندناش باش نرجعوا فلوس الرهينه، وهذا الشيء خلى هذوك الناس يبقاو مسؤولين على ديك الفيلا، وماما مازال ما قدرتش ترجعها بسميتها لانها عندها مشكل في الوراق. القصه معقده اكثر من هذا، ولكن فضلت باش انني نشاركها معكم بطريقه بسيطه للعبره. اما اختي الصغيره بغات تحماق باش تمشي لواحد الدوله الاسيويه اللي فيها، من بعد تلاقات بواحد الدري اللي كان تيحماق عليها، ولكن امو بغات يقرا ما عرفناش شنو وقع بالضبط. بدات كتطلب في اختي وتزاوق صيفطني للمغرب، العار صيفطني للمغرب. منين صيفطتها وهي شاده الفراش ومريضه كتقول كان خاف كيقتلوني راه حاضيني. في الاول تيقناها وكان كيسحب لينا بلي انه فعلا شي حد تابعها باش يقتلها، حتى في الاخر غادي نعرفوا بلي انه غير مريضه وما كتبغيش الدوش، ومن بعد المرات كدوش غير بالماء المعدني وضفرها ما كتحيدهمش، ولا بعد المرات كتاكل غير الروز بيض كل مره وعلاش كتجيها الحاله. خويا الكبير حاليا هو الوحيد اللي هز المسؤوليه لراسو، تزوج وما ولدش حيتاش تيشوف راسو مازال ما قادش. ما حد باقي هز امي واختي اللي مريضه من كراهم والكريدي ديالهم والحانوت ديالهم. انا عارفه انه شحال من واحد غادي تبان ليه بلي انه ماما سرقه، ولكن حتى شي حد ما غادي يقدر لا يذوق ولا يعرف مناش دزنا، حيتاش ديك الوقت حتى شي حد ما رحمنا. العبره من قصتي انه الاب تيبقى اب والام عمرها ما تحرش ولادها على باهم. مشاكل ديال الوالدين يبقاو ما بيناتهم، ما يتدخلوش فيهم الاولاد الا بالخير او لا يبقاو بعاد. فاش الاولاد غادي يفقدوا باهم اللي كيف ما كان التصرف ديالو غادي يعرفوا بلي انه هو داك الحيط الكبير اللي تيحميك من شر الناس. الوالدين اذا مشاو مشى معاهم كل شيء. اما ماما ضحات معانا وسرقات وصبرات وهي كلها خايفه غير باش تعيشنا واحد العيشه كريمه
عشناها الحمد لله، واخا كانت المده ديالها قصيره بالنسبه لينا حنا ولادها. عمرنا ما غادي نقولوا لها شي نهار علاش سرقتي، حيت حنا كنشوفوا بلي انه هي نقذاتنا وفي نيتها انها تغير حالنا، وخصوصا انه جينا في واحد المرحله ديال المراهقه كان بامكاننا اننا نمشيو نديروا حاجات وحده اخرين، ولكن شدات بيدينا وفضلت انها هي تضيع على ضيعنا حنا. تخيلكم بقينا في ديك الحاله، كنأكد لكم بلي اي راجل كان جا واخا يكون شارف غادي نتزوجوا به وحنا صغار غير باش نتفكوا من الفقر، واخا يكون كيف ما بغى يكون. لو كان ماما ما نقذتناش كانوا عموما غادي يكونوا المشاكل. فعلا المشكل من بابا الله يرحمه اللي ما عرفش انه يتصرف بديك الفلوس، شاف ديك الكميه وداخو ما عرفش ما يدير بها، بغى يخرج منها فلوس اخرين اللي كانت بطريقه غلط وضيعهم. واخا مشاو لينا الفلوس عمر طلبنا يا ربي راه بغيناهم. وانا شخصيا كانت الدعوه ديالي يا ربي تهديني، وعمرني قلت يا ربي بغيت نكون لاباس عليا. حمد الله وشكره وراضيه بداكشي اللي مقسم لينا، حيت الرزق بعض المرات ما كيتوقفش على المال. اغلبيه الوقت الرزق تيكون عائله، الرزق تيكون الزوج الصالح، الرزق تيكون الخوت، الرزق كيتجلى في شلا حوايج من غير الماده. وهذه هي حكايه صفاء. صفاء شاركتني صورهم الشخصيه وصور ديال الاب ديالها اللي والله العظيم اذا حن قلبي عليه وجاوني الدموع، لانه داك السيد أو الهيئة نتاع داك السيد كنتصادفوا معاه بزاف في اليوميات ديالنا، فيه اللي كيجر كريرة هاد الخضرة، فيه اللي كيجر كريرة باش يعاون الناس، فيه اللي تيبيع البابوش، فيه اللي تيطيب الحريرة، فيه اللي تيبيع الحوت. هاد الأب اللي كيخدم أي خدمة بسيطة وشريفة من أجل العائلة ديالو على أنه يمد يديه أو لا يتسنى شي حد يدق عليه الباب. شفت أيضا الأم اللي الهيئة ديالها فعلا كتحب لأنها درويشة، وتخيلوا في الصورة العائلية ما قدر حتى تشوف في المصور، هي الوحيدة اللي كانوا عينيها حشمانين وطايحين على الأرض. قبح الله الفقر، واكثر من هذا قبح الله البخل. اكيد انا تنقول بلي انه ماشي مزيان هادشي اللي دارت الام ديال صفاء، ومراه ادربت الامور. ولو يكون داك الانسان كيف ما بغى يكون، حيت لو كان هادشي مزيان كون ربي بارك في دوك الفلوس ودخلهم عليكم بالخير. ولكن ماشي من حقي انني نلوم شي حد، ولكن اللي نقدر نقول كنصيحه شخصيه من هاد القصه انه انت وخوتك كل نهار اهديوا واحد الحزب من القران الكريم تكريما لروح الاب ديالكم، باش يوصلوا نسيم نفحات هاد القران في القبر ديالو وينشط. الله يغفر ليه والله يغفر لينا جميعا. واخيرا العبره واضحه من هذه القصه يا سادة الكرام، خاصنا نرحموا من في الارض باش يرحمنا من في السماء. وهذه مناسبه في هذا وقت البرد، اللي عنده شي حويجات اللي عنده شي حاجه مزيانه يجمعها ويعطيها للناس. الحاله ديال عائله صفاء مناش دازت منها بزاف بزاف بزاف، نعاونوا بعضياتنا باش حتى شي حد ما يضطر انه يدير شي حاجه اللي تقيس كرامته والمبادئ ديالو. واخيرا ما كرهتش انكم تعطوني شنو استفدتوا من هذه الحكايه، وما تنساوش دعواتكم للاب صفاء بالرحمه. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.